اهلا بحضراتكم من جديد. خليني اقول لكم فقرتنا. الفقره الاولى هتكون خاصه بالفقره الاسبوعيه بتاعتنا واللي قلنا لحضراتكم عليها، وهي الفقره الخاصه بالاطفال ورعايه الاطفال. هيكون معاكم كل سبت عشان نقدم لكم فيها التعامل المثالي مع الاطفال، وطبعا بتقدمها زميلتنا شروق فهمي، وهيكون ضيفها دكتور محمد جميل. اما فقرتنا الثانيه ما هتكون مسجله، وهي فقره للاعلاميه القديره بوسي شلبي عن الطب التجميلي عند السيدات، فقره نوعيه وخاصه جدا جدا جدا، تابعوها. خلونا دلوقتي نروح نشوف ابرز الاحداث والفعاليات اللي هتتم النهارده في مصر، ونرجع لكم مره ثانيه. اهلا بحضراتكم من جديد. احنا اخبارنا معاكم طبعا النهارده هنبداها مع المنتخب المصري اللي عنده مباراه مهمه جدا في اولمبياد طوكيو امام المنتخب البرازيلي، المباراه اللي اكيد هتكون صعبه، لكن احنا عندنا ثقه في منتخبنا وفي اللعيبه بتاعتنا ان هم هيقدروا يقدموا مباراه كبيره جدا، وكمان هيحجزوا تاهل للدور التالي، وباذن الله هنشوف منتخبنا وهو بيحصد احدى ميداليات كره القدم في البطوله. المباراه يا مها هتكون النهارده الساعه 12 الظهر، والحمد لله جميع لاعبينا جاهزين للمباراة، واللاعبين الثلاثة اللي تم اختيارهم هم كمال الشناوي وحجازي والونش بعد الأداء الممتاز اللي قدموه في المباريات اللي فاتت. خلونا بقى نعرف تفاصيل أكتر والاستعدادات من أحمد أشرف الناقد الرياضي. صباح الورد عليك يا فندم. صباح النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. صباح الفل عليك. أنا عايزة أعرف بقى استعدادات المنتخب. المنتخب الوطني يعني على اتم استعدادات لمباراه البرازيل. المباراه قويه جدا وصعبه جدا. كابتن شوقي غريب في المحاضره الاخيره ليه مع المنتخب الاولمبي يعني كان محاضره نفسيه اكتر، طالب اللعيبه ببذل اقصى جهد لاسعاد الشعب المصري. الفريق طبعا المنتخب المصري لما بيلعب مباريات قدام فرق عالميه او فرق على مستوى التصنيف اعلى منه بيكون في حماس اكتر من اللعيبه، كل لعيب بيشحن طاقته وبيطلع افضل ما عنده. منتخب مصر يعني بالاداء اللي قدمه في مرحله المجموعات قدام منتخب اسبانيا في اول مباراه يقدر ان هو يجاري منتخب البرازيل النهارده، ويقدر ان هو يعني انت متوقع ايه النهارده كده؟
انا متوقع ان شاء الله اداء قوي، اتمنى بس اهم حاجه يكون في تركيز دفاعي، عشان احنا مش عايزين نقدم اداء مشرف فقط، احنا عايزين ننافس وعايزين ان شاء الله ان احنا نقدر نتخطى منتخب البرازيل، والمنتخب الحالي قادر ان هو يتخطى منتخب البرازيل. اي نعم احنا لعبنا البرازيل من 7 أو 8 شهور مباراه وديه وتغلبنا عليها، بس لكن المنتخب البرازيلي المتواجد حاليا في الاولمبياد اغلب عناصره ما كانتش اللي لعبت قدامنا المباراه الوديه، وده يقلق شويه. عنده لعيبه قويه جدا، عنده داني الفيش عنصر الخبره كابتن الفريق، وده اكبر لعيب، ده من الثلاثه اللي اتاخدوا فوق السن، اكبر لعيب عنده 38 سنه، لعيب عنده خبرات كبيره جدا. عنده ريتشارلسون مهاجم الفريق، ده المهاجم الاساسي للمنتخب الاول ولعب الشهر اللي فات في كوبا امريكا، لعيب قوي جدا. عندهم جابرييل مارتينيلي مهاجم ارسنال الانجليزي، مهاجم هداف ولعيب قوي جدا. ماتيو سكوريا لعيب قوي. عندهم لعيبه اسماء بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه، لكن منتخبنا بالعزيمه والاصرار وبالاداء القوي للفريق والالتزام التكتيكي على المستوى الدفاعي ومحاوله استغلال الهجمات المرتده اللي هنحاول نعتمد عليها النهارده، نقدر ان شاء الله ان احنا نقدم نتيجه قويه ان شاء الله باذن الله. طيب احنا عايزين نعرف برضو ونعرف مشاهدينا الحاله المعنويه للاعبين بعد الصعود بقى للدور التالي عامله ازاي؟ الحاله المعنويه عاليه جدا، يعني المنتخب الحالي او الجيل الحالي اللي بيدربه كابتن شوقي غريب المنتخب الاولمبي جيل قوي. الميزه في الجيل ده ان اللعيبه كلها اغلبهم بيلعبوا من مرحله الناشئين لمرحله المنتخب الاولمبي، اغلبهم كانوا زملاء مع بعض، بيدخلوا معسكرات كتير مع بعض، حتى اللي بينضم منهم للمنتخب الاول مع كابتن حسام البدري او قبله مستر اجيري كان عناصر كتير، يعني اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في انسجام بينهم كبير جدا، عندهم ثقه كبيره. الثقه اللي مديها كابتن شوقي غريب ومديها احمد حجازي كابتن الفريق او رمضان صبحي او محمد الشناوي العناصر الكبيره، الثقه دي هي اللي مديها اللعيبه، يعني مديها اللعيبه تقدر ان هي تقدم افضل ما عندها. طب الثقه دي يا كابتن هتخلي المنتخب يهاجم ولا هيلجا للدفاع؟ لا هو اكيد هيبقى فيه لجوء للدفاع، المنتخب البرازيلي عنده عناصر قويه جدا، عنده عناصر بتلعب في افضل الدوريات الاوروبيه زي منتخب اسبانيا بالظبط، فهيبقى فيه لجوء اكتر للدفاع، ولكن انا اتمنى ان ما يبقاش فيه تحفظ دفاعي بشكل كبير، لان في مباراه اسبانيا كان فيه تحفظ دفاعي جدا، وكان ممكن ان احنا للاسف رغم التحفظ ده ان احنا نخسر المباراه بهجمه او هجمتين في الاخر، لكن اتمنى يبقى فيه نوع من التوازن النهارده، يعني اتمنى يبقى فيه نوع من التوازن ما بين الدفاع والهجوم النهارده ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا احمد اشرف الناقد الرياضي على يعني هذا التوقع المؤقت، بس خليني اقول انه جزء مهم جدا من او سر النجاح دايما فعلا الحاله المعنويه او دايما روح الفريق. انا بشوف ان اي شغل بينجح بصراحه بيبقى الروح اللي هي اللي يقول لك التحضير للشغل اهم الشغل، يعني مثلا حتى في الافلام لما بنشوف فيلم نجح قوي بتلاقي فريق العمل ورا الكاميرا كان الروح ما بينهم حلوه جدا، وفي ود وفي سعاده وفي مش متخيله الجود فايبس دي بالظبط، او الروح الحلوه او الاجواء الحلوه بتخلي البني ادم حرفيا يطلع احلى ما عنده، حتى بالزبط. لو بتعملي اكله وانت واقفه في المطبخ لو عندك جود فايبس كده متفائله تلاقيها طلعت فاهمه حاجه صح. لكن لو انت فعلا متشائمه او مودك مش حلو سبحان الله كل حاجه بتبقى وحشه، زي مثلا احنا ما بننزل نعمل شوبينج بالظبط، لو مودك وحش اخبار الشوبينج معاكي ايه؟ لا بس الشوبينج بيغير حاجات كتير بس شفتي احنا بنحب الشوبينج ازاي؟ بس بجد لو مودنا وحش مثلا ونزلنا نشتري حاجه دي اكتر حاجه بنحبها، هتشتري حاجه مش هتلبسيها بعد كده، كل حاجه هتشوفيها وحشه مش هتشتري اصلا بالظبط، انت كل حاجه هتشوفيها وانا شكلي وحش الحاجات وحشه مش لاقيه حاجه صح، فترجعي بدل ما انت نازله تبقي مبسوطه اكتر ترجعي مكتئبه اكتر بالظبط. فالحاله المعنويه حافظ على الروح الحلوه في كل حاجه عشان طبعا الحاله المعنويه هي اهم شيء. دلوقتي خلونا نروح نشوف بقى درجات الحراره، ما اعرفش الحاله المعنويه ودرجات الحراره ممكن ياثروا في بعض ازاي، المشكله بقى الجود فايبس مع الحر الحر دي يعني دونت ميكس ايوه نروح نشوفها ونرجع نكمل الكلام.
ورجعنا لكم مره ثانيه. درجات الحراره اللي شفناها دي مش هتاثر على الجود فايبس ابدا، هنفضل متفائلين، جو حلو، عارفه حفلتنا عادي، يومنا عادي، مفيش مشاكل خالص. بالظبط كده. طب نتكلم جد بقى، خلونا نتكلم في موضوع مهم، وهو اعلان وزير الزراعه امبارح ان حجم الصادرات الزراعيه المصريه ارتفعت لاكثر من 4.2 مليون طن، بزياده نص مليون طن عن نفس الفتره من العام الماضي، وده طبعا رقم كبير بيدل على جهد حقيقي في القطاع الزراعي المصري الفترة اللي فاتت. ارتفاع الصادرات المصرية من المحاصيل ده بيدي أهمية كبيرة جدا، بداية بقى من المزارع اللي بيكون محصوله جيد ومناسب كمان للتصدير وبياخد عليه مقابل جيد، حتى الدولة بتستفيد بتوفير العملات الصعبة، وبيعرف العالم كله إن المحاصيل المصرية بخير وقادرة على المنافسة، وبإذن الله اللي جاي هيكون أفضل بالمشاريع العملاقة اللي بتقوم بيها مصر في هذا المجال. عموما خلونا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة اللي معانا على الهاتف. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، صباح الخير على حضراتكم جميعا. اهلا بيك وصباحك صباح الورد. وعايزين نعرف يعني مدى عوده بقى الفائده على الفلاح، دايما بنتكلم على مشاكل الفلاح والمزارعين، لكن خبر زي ده فائدته ايه؟ الفائده اللي هتعود فيه على الفلاحين والعاملين في القطاع الزراعي؟ طبعا الحقيقه خبر زي ده له اثر مباشر على الفلاح المصري. طبعا احنا بنشتغل او بنبدا نطور من قطاع الزراعه عندنا، بنتوسع وبنعمل توسعات وبنزود مساحات المزارعه عشان الفلاح يقدر يزرع ويقدر يلاقي ارض يزرعها ويقدر يلاقي عائد اكبر بيعود عليه. ايضا بنبحث عن جوده المنتج علشان نفتح اسواق خارجيه، علشان نقدر نحافظ على استقرار واتزان الاسعار، عشان نقدر نلاقي فرص ل او فرص باعيه افضل للفلاح المصري، وده ايضا بيعود عليه بشكل مباشر في زياده ارباحه، وده بيقتضي عشان نوصل للجوده دي فاحنا كمان بنقلل من استعمال المبيدات وبنقلل من استعمال الاسمده، وبنظبط او بنخلي عمليه الاستعمال لهذه المبيدات والاسمده بيكون بشكل مناسب للمواصفات القياسيه المصريه والمواصفات القياسيه الدوليه، وده في حد ذاته بيقلل من التكاليف اللي بتحملها المزارع في عمليه الزراعه، وايضا ده بيعود عليه بشكل مباشر. فلما يكون عندنا دلوقتي بزياده في حجم الصادرات، احنا النهارده الموالح المصريه الاولى على مستوى العالم، والحمد لله احنا لازلنا متربعين على قمه الدول المصدره للموالح على مستوى العالم، حتى رغم ان احنا مش الدوله الاولى على مستوى العالم في الانتاج، ولكن احنا متربعين في حجم الصادرات من الموالح، فده بيدي فرصه ان يكون عندنا بدائل متعدده علشان نقدر نسوق منتجات الفلاح المصري وبالتالي نزيد من ارباحه. الكلام ده بيحصل في كل الحصادات الزراعيه، احنا النهارده الحمد لله بنقدر نغزو كل قارات العالم وبنصدر لها المنتجات الزراعيه بتاعتنا. السمعه الدوليه للمنتج الزراعي المصري اصبحت سمعه متميزه جدا، والحمد لله حتى في اسواق يعني بيبقى من الصعوبه المكان ان اي دوله تخشها زي السوق الياباني او باقي الاسواق اللي احنا فتحناها. الحقيقه السوق الياباني تحديدا بيحتاج موافقه البرلمان عشان يدخل دولة جديدة أو يسمح بدخول منتجات زراعية من دولة جديدة، احنا النهاردة قدرنا إن احنا كمان ندخل السوق الياباني، كل ده بيدينا شهادات. طب يا فندم إيه أكتر الحاجات اللي احنا أو المنتجات المصرية اللي احنا بنصدرها وعليها طلب بشكل كبير؟ طبعًا الموالح رقم واحد، دي من أهم الصادرات الزراعية المصرية، عندنا طبعًا البطاطس برضو من الصادرات الزراعية المميزة جدًا عندنا، أيضًا عندنا بقى البصل، عندنا الفاصوليا الخضراء، عندنا الحياة في تنوع كبير في حجم الصادرات، ولكن احنا بنتكلم على كمان بنجر العلف، ده من المحاصيل اللي بدات تدخل دلوقتي في عمليه التصدير، فايضا دي من المحاصيل المميزه. واحنا عندنا الحقيقه تنوع في الاصناف والانواع، لان احنا مصر مميزه بشكل كبير على فكره في الزراعه، احنا بنقدر نزرع في العام مرتين واحيانا بنزرع ثلاثه، ودي ميزه نسبيه مش موجوده عندنا. طب هل ده اثر على حجم الاستيرادات بتاعتنا؟ يعني الصادرات دي اثرت على اننا نستورد بشكل اقل او بكميه اقل؟ هو طبعا احنا بنصدر اصناف دي متميزين فيها، وده بيحقق الكفاءه الذاتيه، فالاصناف اللي احنا بنصدرها احنا عندنا فيها كفاءه ذاتيه بنسبه 100%. وكل اصناف الخضر والفاكهه احنا عندنا فيها كفاءه ذاتيه بنسبه 100%. في عندنا بعض المحاصيل لسه بنستوردها، ولكن طبعا مع زي ايه يا فندم؟ القمح طبعا، يعني ده واحد من اهم المحاصيل اللي احنا لسه بنستورد منها. كمان طبعا انتاج الاعلاف ده كان بيساعدنا ان احنا نقلل من حجم استيراد اللحوم بشكل مباشر، احنا الحمد لله يعني احنا كنا عندنا كفاءه ذاتيه بنسبه 40% تقريبا من اللحوم، النهارده احنا وصلنا ده قبل 2014، خلال فتره قليله جدا احنا قدرنا نوصل تقريبا لما يقرب من 60% في تحقيق كفاءه ذاتيه من اللحوم، ده بفضل مشاريع كبيره بتقوم بها الدوله المصريه،
وتوفير الاعلاف من خلال القطاع الزراعي. البقوليات مثلا زي الفول، هل فعلا احنا بنحتاج ان احنا نستورد برضو؟ احنا دلوقتي كمان عملنا منظومه اسمها منظومه الزراعه التعاقديه، الهدف من ده ان احنا كنا عايزين نشجع المزارع انه يزرع المحاصيل الاساسيه، القمح احنا بنعمله زي زراعه تعاقديه دلوقتي، لان الفلاح بيورد القمح بتاعه للدوله لوزاره التموين والتجاره الداخليه، وعندنا المطاحن المصريه بتشتري وبنعلن السعر وبنشتري منه هذا القمح. ايضا الفول احنا عملنا الكلام ده بالنسبه لفول الصويا وبالنسبه للمحصول عباد الشمس اللي هي المحاصيل الزيتيه علشان نقدر نستخرج منها الزيت، فطبعا تم اعداد او تم تحديد سعر تنافسي من 8 ل 8500 جنيه للطن بالنسبه لفول الصويا وبالنسبه لعباد الشمس، وده ايضا بيكون له مردود ايجابي على وفره المحصول في الفتره المقبله. طب كلمنا يا فندم اكتر عن مشروع انتاج البذور المصري واهميته. طبعا مشروع انتاج البذور المصري ده واحد من اهم المشاريع اللي اتنفذت في الفتره الاخيره. احنا اولا عندنا البذور نوعين، نوع اسمه بذور المحاصيل الحقليه اللي هو زي القمح والذره والرز وهذه المحاصيل كلها ديت، احنا عندنا فيها نسبه كفاءه ذاتي، بس احنا مش متوقفين عند ده، احنا بنبدا نعمل فيها استنباط وتحديث للاصناف اللي موجوده علشان تدي انتاجيه اعلى وتقلل التكاليف بتاعه المزارع. وفي الفتره الاخيره احنا استنبطنا اكثر من 25 صنف من هذه الاصناف. في ايضا حاجه اسمها بقى محاصيل او بذور محاصيل الخضره والفاكهه اللي هي المحاصيل البستانيه، دي كان عندنا فيها بعض شكل من اشكال القصور، كناش عندنا ليها اصول وراثيه مصريه الحقيقه. دلوقتي احنا اصبح عندنا مشكل اكثر من 15 صنف، وفي عندنا اصناف متعدده موجوده من اصناف المحاصيل دي تقاويها مصريه محليه، ده يقلل من التكاليف اللي بيشتريها المزارع. الحال التقاوي دي بتتباع بالبذره، يعني بنشتري التقاوي بالبذره والبذره بتبقى بارقام كبيره جدا، فتخيلي مثلا طماطم بيعدوا كام بذره موجوده فيها وبيبيعوها، فالحقيقه الموضوع مكلف جدا على الفلاحين. النهارده احنا قدرنا نوفر هذه التقاوي ونستنبط لها اصناف محليه تكون موجوده عندنا ونعمل لها هجن، وبنقارن هذه الهجن بافضل هجن مستورده علشان يكون عندنا تنافسيه الحقيقه في تكلفه المزارع تكون اقل واربحيه المزارع تكون اكبر، وكمان مقاومه الافات وحجم الانتاج يكون برضو اكبر، وبالتالي يساعد في ان احنا نوفر امن غذائي اكبر للمواطن المصري. بمناسبه التهجين والكلام ده، من فتره ابتدى يظهر البطيخ الاصفر في الماركتس او في الاسواق، ايه تاني ممكن ما يكونش عندنا ونبتدي نشوف الفتره اللي جايه؟ احنا الحقيقه عندنا يعني دلوقتي البطيخ بدا يكون موجود، الارز البسمتي بدا يكون فيه بعض النتائج للابحاث اللي موجوده بحيث يكون عندنا ارز بسمتي مصري، عندنا طبعا الطماطم الشيري، الطماطم، الخيار، الكانتالوب، كل دي تقاويها دلوقتي اصبحت تقاوي مصريه، والبطيخ ايضا اصبحت تقاوي مصريه، وبيتم فيها بشكل مستمر عمليه التحديث والتصوير في منظومه الزراعه. بشكرك جدا دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه. اما دلوقتي خلونا نروح نشوف تقرير جهزناه لكم عن هرم زوسر اللي بيعتبر اقدم بناء حجري عرفه العالم كله، الهرم اللي بيعتبر ثوره في علم الهندسه المعماريه الحجريه وكمان الدفن الملكي، الهرم اللي تم كمان افتتاحه من فتره قريبه جدا وحصل فيه تطوير كبير عشان السياحه ومحبي الاثار بييجوا ويشوفوا واحد من اهم الاثار في العالم. تعالوا نروح نشوف التقرير ده ونرجع لكم نكمل كلام. اهلا بحضراتكم من جديد. احنا معانا دلوقتي كمان قصه مهمه جدا، وهي قصه شاب مصري اسمه احمد دياب وصل للقائمه النهائيه لواحده من اهم الجوائز العالميه في مجال العلوم، وهي جائزه ستيفن هوكينج. احمد عنده فكره الحصول على الكهرباء عن طريق الواح المغنيسيوم بدل من الواح الشمس.
او الالواح الشمسيه. الفكره اللي قدم بيها ونافس اكتر من 20,000 استاذ ودكتور وباحث في العلم ووصل للقائمه الختاميه، وان شاء الله تكون جائزه مصريه بعد ما كانت اخر جائزه لينا في المجال العلمي هي نوبل للعام للعالم الراحل الكبير احمد زويل. منورنا يا احمد وصباح الورد عليك. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. صباح الفل، ايه بقى القصه؟ احكي لنا. في البداية أنا بشكر طبعا حضراتكم على هذا اللقاء. أحمد دياب من محافظة بني سويف، طالب الفرقة الرابعة كلية زراعة جامعة الفيوم. أهلا بيك. الفكرة كلها ابتدت معايا بالظبط لما كنت في المرحلة الإعدادية. أنا أصلا كان في شغف من قبل المرحلة الإعدادية بدكتور أحمد زويل. إحنا هنا في البيت كنا بنتابع دكتور زويل، حبنا للعلم أو للشغف كلنا لدكتور زويل. بعد كده بدأت أعمل بعض التجارب البسيطة اللي كنت بشوفها على اليوتيوب او على حتى على جوجل. بعد كده في المرحله الاعداديه لما قريت اكتر عن البحث العلمي واساسيات البحث العلمي، لقيت فكره ان النبات بيمتص الضوء. كانت معلومه ان النبات بيمتص الضوء في عمليه البناء الضوئي، وانا كنت قاري ان الخلايا الشمسيه بتمتص الضوء برضه. فلما جيت بحثت شفت ايه المسؤول عن امتصاص الضوء في النبات، قعدت ما يقرب من حوالي 6 شهور عشان اعرف. لقيت صبغه الكلوروفيل الموجوده في البلاستيدات الخضراء، قعدت ابحث عشان اشوف التركيب البنائي بتاعها عشان اشوف ايه المسؤول اكتر عنها. لقيت المغنيسيوم بيور موجود في شكل يعني ترابط خماسي CHNO، وفي النص في ذره المغنيسيوم دي. بدات اقارنها زي ذره او زي السيليكون اللي بتصنع منه خلايا شمسيه اللي احنا بنصدره بره. وبدات اشوف 4 عناصر بعد دراسه طبعا يعني امتدت اكتر من 8 شهور مع اساتذه من كليه علوم جامعه بني سويف، ان في 4 عناصر برضو بيتشابهوا مع السيليكون. بدات اعمل نفس العمليات اللي بتحصل، وفي وسط التجارب النتائج اللي كانت بتطلع لنا اثبتت ان العنصر بتاع اللي موجود في الكلوروفيل نقدر من خلاله ان احنا نكبسل ونصنع منه شريحه. الشريحه دي بتبدا تتاثر بالاشعه تحت الحمراء فبننتج كهرباء 24 ساعه بدل الفتره اللي هي بتاعت ال 12 ساعه بس. يعني نقدر نقول ان فوائد الواح المغنيسيوم ان هي الساعات يعني هتشتغل على مدار ال 24 ساعه، سواء يعني لو قارنا الفوائد بتاعتها عن الالواح الشمسيه. الفكره ما بينها وما بين الخلايا الشمسيه ان انا عندي في الخلايا الشمسيه، اولا انا ما عنديش تصنيع في مصر الخلايا الشمسيه. ثاني حاجه احنا بنجمعها، تمام. ثالث حاجه هي بتحتاج لنظافه ولصيانه دوريه، وعمر الخلايا الشمسيه نفسه بيكون قليل، بيتراوح من 15 ل 20 سنه، وبتحتاج بطاريات علشان كده التكاليفها بتكون عاليه جدا هنا في مصر. اما الخلايا الحراريه انا بعتمد على مصدر مستدام مش متجدد، وهو الاشعه تحت الحمراء، ودي موجوده 24 ساعه، فاقدر انتج الكهرباء بشكل مستدام طبقا لرؤيه مصر 2030. تاني حاجه ان الخلايا المغنيسيوم الحراريه انا مش زي ما قلت من بداية مش بتعتمد على ضوء، فانا ممكن استخدمها جوه المؤسسات او خارج المؤسسات، فانا كده هزود مساحه السطح المعرض. تالت حاجه كفاءه الخلايا الجديده او الحراريه اعلى من الخلايا الشمسيه، فدي كده هتوفر لي ان انا هقلل برضو في المساحه اللي كنت بستخدمها، بالاضافه ان تكاليف الخلايا الحراريه الجديده ارخص من الخلايا الشمسيه عشان المواد الخام عندي متوفره بنسبه 93%. تاني حاجه انا عندي صناعه في مصر، ودي اهم حاجه احنا شغالين طبعا عليها. طيب احمد، انت رئاسه الجمهوريه تواصلت معاك والبحث العلمي والكهرباء لاهميه الفكره، اشرح لنا بقى الموضوع ده تم ازاي؟ طبعا بعد طبعا ما دوله الامارات اعلنت عن المرحله النهائيه واستقبلنا هنا الخبر يعني بفخر وبفرحه جدا. ان احنا كنا متوقعين ان احنا يعني هو مش تقليل ولا حاجه، بس احنا كنا حاطين ممكن نوصل للمرحله الثانيه مش المرحله النهائيه اللي هي الرابعه. بعد كده بعد الاخبار ما بدات تتداول بره، بدا يعني يحصل بعض التكريمات في جامعه الفيوم، وبدات بعد كده يعني دور الرئاسه طبعا بيتابع او سياده الرئيس يعني بيتابع حتى الشباب بصفه عامه في البحث العلمي. وانا اوريدي اصلا تم تكريمي من الدكتور خالد عبد الغفار ورئيس الاكاديميه الدكتور محمود صقر اكاديميه البحث العلمي. مباشره حصل زي بروتوكول او زي خطاب ما بين مؤسسه الرئاسه ما بين جامعه الفيوم او مكتب الطاقه في جامعه الفيوم برئاسه الدكتوره سناء هارون. بعد كده بدا ان هم يحصل بعض المناقشات. طبعا كان سياده الرئيس كلف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور محمود صقر بزي عمل تقرير فني عن البحث وعن ما توصلنا مثلا اليه. بعد كده حصلت استقبال، حصل مكالمه طبعا من مكتب معالي الوزير دكتور محمد شاكر، وتم استقبالي في مكتبه.
وتمت المناقشه، كانت مناقشه علميه جديده امتدت حوالي اكثر من ساعه. كان موجود اكبر الاساتذه ورؤساء محطات الطاقه والكهرباء الموجودين في مصر، والشركات كمان الخاصه والشركه الكبيره للكهرباء. ثم حصلت مناقشه ثاني مع نائب رئيس اكاديميه البحث العلمي واعضاء ودكاتره وعلماء من هيئه الطاقه المتجدده لعمل تقرير اترفع طبعا على الرئاسه. ثم تم بعد كده ان شاء الله يعني خلال الفتره المقبله عمل زياره ان شاء الله في المعمل المركزي المصري الصيني الطاقه اللي موجود في سوهاج، بشرط الرئاسه يعني بتشوف ايه لو في اي ادوات انا محتاجها، لو مش موجوده هنا يبتدوا حتى يوفروها بشكل سريع عشان نبدا حتى ننهي في التقارير عشان نبعتها بره ان شاء الله للاكاديميه. احمد، انت ليك حلم صنع في مصر، ايه بقى القصه دي؟ دايما ده هدف من الاول، مش هدف ان احنا الجوائز يعني. دايما الناس اغلبيه الناس تقول طبعا ان شاء الله الجائزه مستنيه، هي جائزه تعتبر مش هدف، حلم عادي زي نوع من الاحلام، بس الهدف بتاعي ان انا اشوف صنع في مصر. لما قعدت مع رحمه الله عليه سياده اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، اول كلمه قلتها له قلت له يا سياده اللواء انا عايز اشوف منتجنا مش بس في مصر بل على مستوى العالم. احنا بدانا خلال السبع سنوات السابقه حتى الان، وان شاء الله تبقى برضه لرؤيه مصر 2030 محطوط بعض الدراسات والمشاريع الكبرى اللي هتخلي مصر تبدا تتحكم في حاجات كتير جدا. فليه لا؟ ليه لا احنا ما نكونش الدراع الاقوى وفي ان احنا نتحكم في مصدر طاقه مستدام، ان نبقى الاول فيه على المستوى العالم. فانا يهمني ان انا فخور بدولتي، فخور بمحافظتي، فخور ان انا مصري. ليه ما اعملش المنتج بتاعي صنع في مصر؟ وبل بالعكس يعني افتخر بيه في كل مكان طبعا. احمد خليني اقول لك ان انا فخوره بيك جدا، اكيد كلنا فخورين بيك جدا، واتمنى كل الشباب اللي في سنك يكون تفكيرهم زيك. بشكرك جدا احمد دياب الطالب والباحث المصري. طيب دلوقتي خلونا نروح نشوف خدمات صباح الورد اللي بتقدم لكم فيها اسعار السلع الاساسيه والذهب والعملات، ونرجع لكم مره ثانيه.
اهلا بحضراتكم من جديد. يعني هنتكلم عن حاجه يعني شويه عنيفه، بس يعني كان لازم ان احنا نفتح الملف ده في صباح الورد، وهو العنف الاسري. كتير انتشر الفتره الاخيره ووصل لحد القتل، والحقيقه ان الموضوع بدا يتطور لدرجه بتهدد المجتمع والاسره. يمكن كان من اشهر الحوادث وقعه قتل زوجه لزوجها في طوخ، وكمان الزوج اللي قتل زوجته ب 11 طعنه في الدقهليه، وده كان يعني كانوا في نفس التوقيت تقريبا الجرائم دي. الحقيقه انا لما بشوف الجرائم دي او بقرا عنها على السوشيال ميديا او بتابع التقارير بتاعتها، حقيقي ببقى مستغربه جدا ومستعجبه جدا، ولما حد من مرتكبين الجريمه دي بيتكلم ببقى مش قادره اتخيل حاله الجمود، واللي هو بيحكي مثلا جريمه عادي كان مفيش اي عشره، مفيش اي زواج، مفيش اي دين اخلاق. يعني احنا وصلنا لمرحله، خليني أقول مش عارفة إيه الكلمة اللي أقدر أعبر بيها عن الهوى، مرعبة. يعني مفيش إنسانية، مرحلة فعلا مرعبة. بس يعني خلينا نقول إنه المرحلة دي تطور طبيعي لإرث ثقافي سيء جدا في المجتمع المصري، ولازم نعترف بيه. انه حتى انا اختلف معاك الاول مره ما. يعني انا مش قادره حتى اقول عليها تطور طبيعي، لان اللي حصل ده او اللي بيحصل ده لا يمكن يكون طبيعي. لا ما انا هقول لك، ما هو ده مش طبيعي، بس ده طبيعي للارث الثقافي اللي بيقول استحملي يا بنتي وداري على بيتك والبيوت مقفله على بلاوي متلتله. ده مثل شعبي ده معروف، ده مش مبرر ان انا قتل بني ادم. ما خدي بالك ان مرحله كبيرة. القتل دي انا مش ببررها، بس مرحله القتل دي بتكون تراكمات، يعني دي بتكون بقى ايه نتيجه تراكمات كتير قوي ما اتحلتش. انا يعني اعتقد ممكن تكون يعني مشاكل نفسيه، لان طبعًا هو مش قتل عادي. لا ده احنا ما شاء الله طبعًا يعني بنقتل ونذبح ونقطع ونكيس وحاجات، اللي هو ايه يا جماعه يعني مش للدرجه دي. يعني حتى اللي قتلت جوزها في طوخ لما جم في التحقيقات، او التحقيقات لحد دلوقتي قالت ان هي كانت بتقول ان هو كان بيحاول يخنقها وكان قاعد بيضرب فيها، وان اهله وهم سامعين الاستغاثه بتاعتها قالوا خليه يأدبها. فلا في حاجات كتير لازم نقف عندها، لانه يعني كل حاجه وليها سبب، فاحنا عايزين نعرف ايه السبب وايه جدر المشكله، وده اللي هنعرفه من خلال ضيفتنا اللي معانا على الهاتف، دكتور غاده حشمت استشاري العلاقات الاسريه. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الورد عليك يا مها، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. طبعا احنا شفنا مؤخرا حالات عنف كتيره بين الازواج، ظهرت كمان تحديدا في عيد الاضحى، وكانت ابتدت تخض الناس في الحقيقه. فيعني من وجهه نظرك ومن وجهه نظر تخصصك كمان ودراستك، ايه الاسباب اللي ممكن توصل زوجين للمرحله دي؟ هو بصي مها، العنف انا بس عايزه اصور للناس يعني توصل لهم صوره كامله. العنف مش فريد اللحظه، يعني مش حد صرح الصبح قرر ان هو يقتل مراته او تقتل جوزها. اكيد في تراكمات وفي رواسب جواهم هم ما تعاملوش معاها بطريقه صح، فالنهايه كانت ان في عنف. بصي انا رايي من رايك، وكنت لسه بقول احنا عندنا ارث ثقافي لازم نتخلص منه، لما اللي هو يا بنتي استحملي، يا بنتي استحملي، ويا بنتي داري على بيتك وعشيشي على بيتك. وهي البنت يعني حتى اللي اتقتلت ب 11 طعنه دي كانت قبلها بيوم بتستغيث بوالدتها، قالت لها يا ماما انا حاسه ان هيعمل فيا حاجه. بالظبط كده. معلش يا دكتور، هل ده معلش انا يعني لازم اقاطع هنا، هل ده مبرر برضو لارتكاب حاجه كبيره زي دي او بشعه زي دي؟ بصي فيها جزء اضطراب نفسي، فيها جزء الصندوق الاسود اللي هو بيت اهالينا، فهو مش اي انسان طبيعي ممكن يوصل للمرحله دي الا لو كان عنده تراكمات قديمه قوي اصلا من بيت اهله. يعني هو في عنف عاش فيه في بيت اهله، فهو اوريدي عنده الانجر من جواه، عنده حاله غضب. هو اتعامل مع زوجته بالطريقه دي وهي اتعاملت مع جوزها، فرد فعلهم تخطى الطبيعي ودخل في مرحله القتل. طب بما ان حضرتك دكتوره وخبيره في الموضوع ده، معلش الناس تكتشف ده ازاي؟ يعني اي حد مقبل على زواج او في خطوبه او يكتشف ازاي ان الشخص اللي قدامه ده، اصل الناس دي بتبقى سويه وعاديه وعايشين مع بعض عادي، وفجاه بعد خناقات او خلافات ما تؤديش ابدا لهذه الجرائم، بس ده اللي بيحصل. نكتشف ازاي بقى، او الناس تكتشف ازاي ان الشخص ده ممكن او مش سوي، او عنده انجر زي ما حضرتك قلتي، او غضب، او وات ايفر عنده ايه، ازاي الشخص ده يكتشف ان اللي قدامه ده ممكن يعمل حاجه زي دي؟ في حاجات هنقدر نكتشفها اثناء الخطوبه،
ابتداء من معامله الاهل مع بعض، الراجل ومراته، الام والاب، هل بينهم الغضب بيوصل لدرجه ايه؟ دي حاجه مهمه قوي. هو معاها غضبه بيوصل لدرجه ايه؟ العنف والتكسير في ناس بتقول لك بتقطع هدومها، بتكسر التلفزيون، بتبدا تمد ايديها. طب ما دي كلها بوادر ان هو بيعرفش يتحكم في غضبه. ممكن يوصل لايه؟ ممكن يتطور بعد كده، فاحنا ناخد بالنا من كل ده. في حاجات بتبقى طارئة، يعني واحد ادمن المخدرات فجأة، خلي بالك المخدرات عليها عامل كبير جدا طبعا. الناس اللي هي بدأت بعد الجواز تدمن مخدرات، او احنا ما اكتشفناش غير بعد الجواز ان غير ان هو في مخدرات او كده بيتعاطاها، كل ده له تأثير على حالة التحكم في درجة الغضب، فاهماني؟ بيقال كمان يا دكتور، يعني تأكيدا على كلامك، انه العنف الأسري بيزيد في اوقات الأزمات والطوارئ بما فيها الأوبئة. هل نقدر مثلا نقول ان ظروف كورونا ساعدت على زيادة العنف الأسري، ولا ايه، ولا ما نعتبرهاش من الأسباب؟ ما هي أثرت على الحالة الاقتصادية، فأثرت على الحالة المزاجية، فعملت اضطرابات في المودة بين الزوجين. ففي زوجات بتقدر الظروف دي، في لا، ففي زوجة تقدر ان جوزها بيمر بظروف وهي لازم تقف جنبه. ففعلا ادارة الازمات بين الزوجين دي مهمة. او لازم، هل من ضمن الاسباب كمان انه كورونا اجبرت الناس ان هي تقعد مع بعض اكبر وقت ممكن، فبالتالي تم يعني الوقت ده كشف عيوب ما كانش حد واخد باله منها؟ وفي فعلا دراسات وابحاث تمت فعلا في العالم كله ان الكورونا لها تأثير سلبي فعلا على علاقة الراجل بمراته، لدرجة فعلا عملت نسبة عنف كبيرة جدا الفترة الأخيرة بينهم. طب أنا عندي فضول أعرف يا دكتور، مين دايما الطرف اللي بيكون عنده حدية وعنف أكتر بنسبة من الحالات اللي أنتوا بتشوفوها؟ يعني عندنا نسبة الرجال أكتر ولا السيدات أكتر؟ الراجل أكتر طبعا. الست صبورة طبعا، صبور وحمول، وبعد فترة وتراكمات وتتحمل، لأن زي ما تقولي موروث انها تبقى تتحمل على قد ما تقدر. طبيعتها، ربنا خلقها عندها صبر بحكم انها بتمسك اولاد واطفال والكلام ده كله. لكن الراجل هو دايما عنده احساس ان هو راجل، وهو ليه السلطه ان هو يزعق ويهين. كل دي انواع عنف على فكره، ويحقر من زوجته، كل دي انواع عنف. لحد ما الموضوع بيتطور وبيقلب لمد الايد، وبعد كده زي ما احنا شايفين دلوقتي وصل للقتل. طب معلش يا دكتور، تنصحي اي سيده بتسمعنا دلوقتي بتتعرض للعنف الاسري ده اللي احنا بنتكلم عليه، او بتتعرض لمد ايد او لاهانه، تنصحيها بايه؟ احنا لازم البلد بتساعد في ان في لازم رقم يبقى موجود، ومؤسسات، و انها اي عنف في البيت على فكره، من الزوجه بس، اي عنف بيتعرضوا له في البيت او الاطفال لازم يتصلوا بيه، والاطفال لازم، عشان الموضوع ما يتطورش. بصي، قانون العقاب، يعني احنا مش غلط ان احنا يبقى عندنا قانون الثواب والعقاب، ده الدنيا اتخلقت على كده. اوكي، فاحنا لا، في حاجه زي كده لا، في عقاب، فالناس تبدا تتحكم في نفسها انها توصل لمشاكل، تطور المحكمه وتطور السجن والكلام ده كله. يعني انا شايفه ان الحالات دي كلها لازم يبقى في اعدام فوري. يعني لازم تتطور للحالات القتل دي، يبقى في اعدام، يبقى في عقاب رادع للناس، عشان الموضوع سهل بالطبيعه دي. صح. دكتور غادة، يعني خلينا نقول انه يمكن احنا اتكلمنا عن اشكال العنف الواضحة والصريحة، اللي هي العنف الجسدي الواضح سواء بالتعدي بالضرب او حصل قتل طبعا، لكن في انواع اخرى من العنف زي الباسيف اجريسيف مثلا. يعني كلمينا عن الاشكال اللي بتكون فيها عنف. مش العنف الجسدي ده نوع من النوع من طبعا، زي ما انت بتقولي في عنف جنسي، اسباب جنسيه بين الرجل ومراته، او بين افراد الاسره. زي مش عايزين نتطرق للموضوع ده عشان هو يعني شويه عنيف، اللي هو الاب او الخال لحد من افراد الاسره. ده عنف جنسي. في عنف عاطفي ولفظي، اللي هو الاستغلال النفسي، ده مهم قوي، اللي هو بنسميه ايموشن ابيوز، ان انا ببدا بحقر من قيمه زوجتي، ببدا بحسنها غلطانه على طول. ناخد بالنا من الموضوع ده، مهم قوي. استغلها بان انا بعمل اللي انا عايزه، بان انا بقلل من شانها، ده انواع من نوع من انواع العنف، انا بدمرها وبحطمها نفسيا. طب ده يتثبت ازاي؟ ما هو ده بيبقى صعب اثباته، يعني لو هنتكلم بالقوانين او التشريعات، ده هيتثبت ازاي؟
بصي بصي يا ماما حبيبتي، احنا قصه مش قصه نثبت قد ما نحن ده نعمل خطوه ايجابيه، اللي هو ايه؟ لازم يبقى في دعم نفسي واجتماعي وقانوني في البلد، لازم يبقى رافع مستوى الوعي وتصحيح المفاهيم المخلوطه، كل ده لازم يتم فعلا بطريقه ايجابيه. لكن احنا نثبت ده، طب ما احنا ممكن نقلل ده، بدل ما نقول احنا بنثبت ده نبدا ننشر الوعي. فاهماني؟ لان ما فيش قانون هيجي دلوقتي يقول لك والله هو شتمني هو هني، طب القانون هيعملوا ايه في الحاله دي؟ طب يا دكتور، بما ان هيك خبيره في المواضيع دي واكيد طبعا بتشوفي حالات كتير، انا عايزه حضرتك توجهي رساله لكل رجل وسيده بيسمعونا يكاد يكونوا على شفا هذه الحفره. يعملوا ايه عشان يسيطروا على العنف الاسري؟ يعملوا ايه عشان يسيطروا على انفعالاتهم؟ يعملوا ايه عشان ما يتدهورش بيهم الحل للمصايب اللي احنا بنسمعها؟ اول حاجه بلاش ان احنا نسيء اختيارنا، الاختيار مهم قوي، وان احنا نتريث في الاختيار الصح. يعني مش عريس وخلاص، عروس عجبني فيها حاجتين ثلاثه وعارف ان ممكن اقابل معاها مشاكل كتيره قوي، دي مهمه قوي. لازم يبقى في ثقافه الحوار والتشاور ما بيننا، لازم ان احنا نشتغل عليها. يعني احنا فاشلين في الحوار، لازم نكون بنتكلم نفس اللغه. يعني لازم نعمل، لازم يبقى في بيننا حوار، لازم يبقى في بيننا فضفضه. ما ينفعش ان انا يبقى في قهر وعلى طول حد مخروس، حد مش عارف يعبر عن مشاعره. لا، ده مهم قوي، هو ده اللي بيؤدي اساسي لجرائم القتل دلوقتي. تمام؟ اللي هو الكبت العاطفي بين الزوجين. الظروف الاقتصاديه لازم نحن فيها دلوقتي العالم كله، فلازم ان احنا يبقى عندنا شويه تقدير ان هي ان شاء الله فتره وتعدي وكل حاجه تبقى كويسه، نقف جنب بعض. ازاي يبقى عندنا الوعي التعامل في الازمات بين الزوج والزوجه؟ كل طبعا يعني هو يعني بيبقى ليه علاقه بالتربيه، عشان بس ما نقولش ان ده هيتوفر بين البني ادم العادي في الشعب المصري، لا، هيبقى ليه علاقه بالتربيه. احنا عايزين برضو ننتهز الفرصه ونوجه رساله للام اللي بتربي الولد في مجتمع ذكوري، ان هي تاخد بالها انه البنت زي الولد، يعني في الاخر ده انسان ودي انسانه، وبلاش ان انت تربيه على ان يخليه يأدبها ويضربها ويكسر لها ضلع فيطلع لها ما اعرفش والكلام ده. يعني طيب احنا عايزين من البدايه منين؟ زي ما انت بتقولي الام، احنا عايزين سوري نربي امهاتنا الاول، نربي الجيل ده ويبقى في وعي فيه عشان يطلع جيل صح. طبعا احنا لازم نشر الوعي. طبعا اللي انت بتقولي صح جدا، الثقافه دي لازم تتغير. صحيح. وانا بقول برضو لازم عندنا خط اللي هو لاي جرائم عنف في البيوت لازم نتصل بيه، سواء ضد المرأة أو ضد الطفل. بشكرك جدا دكتور غادة حشمت، استشاري العلاقات الأسرية. كلمة السر هو الوعي، ان احنا فعلا لازم نرفع الوعي، وده مش هيتحل في يوم وليلة، ده لازم يكون فيه طبعا يعني إرادة جادة جدا بان كل المؤسسات التوعوية تشتغل مع بعض بالتوازي، سواء بقى المؤسسة التعليمية، المؤسسة التربوية، المؤسسة الدينية، الأسرة في البيت، الإرث الثقافي الذكوري بتاع السيد، تبتدي الأمهات تاخد بالها جدا من الجزئية دي يا سلمى، لان في مشكله كبيره انه حتى في بنات متربيين على كده كمان. يعني أنا في بنت متربيه ان الولد يقهرها عادي، ما هي اتربت على كده. انا عايزه اتكلم بلغه سهله لكل حد بيسمعنا، ارجوكوا ربوا صح، ارجوكوا عرفوا البنات كويس ان البنت زي ما مها قالت زيها زي الراجل، مفيش حاجه اسمها يربيها، مفيش حاجه اسمها يضربها، ده شيء مش مسموح بيه اصلا، ده شيء مش المفروض ان احنا يعني يكون موجوده في الليست بتاعتنا، ان ايه هي عملت كذا فمعلش بقى ربيها او ما اعرفش ايه، هي عملت كذا لا اكسر لها ضلع يطلع لها مش عارف كام ضلع. الكلام ده احنا جايبينه منين؟ لا ديننا ولا اخلاقنا ولا حتى انسانيتنا بتقول كده. الست النساء قوارير يا جماعة، يعني أنا مش فاهمة بصراحة اللي أنا بشوفه واللي أنا بسمعه ده جاي منين؟ يعني أنا مش عارفة أعلق صراحة. ده حتى نجيب محفوظ لما كان لما عرض شخصية السيد، يعني هو عرضها علشان بشكل منتقد على فكرة، يعني هو بيدي كده جرس للمجتمع بيقولهم خدوا بالكم إنه هذا النموذج نموذج سيء بتاع السيد وأمينة، فالقضية قديمة قديمة جدا يعني، فلازم أي حاجة بجد تتقال يعني. أي حد بقى بيعمل كده غير بالظبط شيم اون يو، بس كده. يا سلام، يعني يا ما سلام. عنديش حاجه بجد يعني يعني لبقه ومهذبه تتقال على الهوا غير شيم اون يو لاي حد بيقول لابنه كده، او لاي حد بيقول لبنته معلش اصل انت مش عارفه اصل هو الراجل. شيم اون يو.
طيب خلاص، بصراحة أنا ما أقدرش أقول حاجة بعد اللي قالته سلمى دلوقتي، وطبعا إحنا هنسيبكم دلوقتي مع فاصل ونرجع نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. صباح الفل على كل مشاهدي برنامج صباح الورد على قناة تان. النهارده هنتكلم عن الأطفال حديثي الولادة وعن التحديات اللي بتقابل الأم في الشهور الأولى من عمر طفلها، بالذات لو أم لأول مرة. طبعا بداية من تحضير شنطة الولادة، تاخد إيه ليها مهم وإيه للبيبي، ومثلا لو طفلها بيعيط كتير قوي وهي مش عارفة إيه السبب ومش عارفة تتصرف إزاي، أو إن طفلها مثلا بينام طول النهار وبيصحى طول الليل، وطبعا ده بيسبب لها أرق شديد جدا ومش عارفة تظبط يومها إزاي. وطبعا في الفقره دي كمان هنعلمكم ازاي تعتنوا بالاطفال بعد الولاده علشان تقدروا ان انتوا تحافظوا على صحتهم وما تسيب لهمش اي مشاكل بدون قصد. يلا بينا دلوقتي نروح نشوف التقرير ده ونسمع الامهات قالت ايه، نرجع لكم مره تانية. هي ايه الحاجه اللي بتحرصي وانت رايحه الولاده تاخديها معاكي في الشنطه؟ اهم حاجه لبس البيبي، بامبرز، فوطة، شاور، صابون، كده يعني أهم حاجة. أكيد البامبرز، الشامبو الأطفال، الصابونة الطبية بتاعته، الفوطة اللي هينشف بيها، الكوفيرتا، واللبس اللي هيلبسه، هدومه هدومي والبامبرز، هدوم البيبي أكيد يعني الشامبو بتاعه والبامبرز اكيد طبعا، هدوم البيبي، الحفاضات بتاعته، الكبرتايه بتاعته، حاجات من دي، الشامبو، شاور، الحاجات دي كلها بتبقى موجوده في شنطه البيبي. اكتر حاجه النوم، ما بننامش اساسا خالص، وطبعا ده اساسي يعني، طول النهار نايم طول الليل صاحي، فدي مشاكل كبيره بتواجه اي ام في الدنيا يعني. مثلا يعيط ما بقاش عارفه ايه السبب، يعني هو مش عايز ينام، عايز يغير، مش عارفه ايه السبب ان هو بيعيط، دي اكتر حاجه. زي ان انا انظم نوم الاطفال خاصه في اول 6 شهور، دايما بيبقى عندهم مغص، دايما ما بيناموش في مواعيد معينه، بس النوم، قله النوم، ما بيناموش، السهر ما بيناموش خالص. اللبن الصناعي مثلا الاطفال، يعني اللي يخلينا نتجنب ان هم ياخدوا لبن صناعي ويرضعوا رضاعه طبيعيه احب ارحب بالدكتور محمد جميل جدالله، استشاري طب الاطفال وحديث الولاده. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا بيك. في البدايه دكتور عايزين نتكلم عن تحضير شنطه الولاده بالنسبه للبيبي، فايه الحاجات اللي لازم تكون موجوده في الشنطه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا الاول هنتكلم عن الموضوع من منظور الاطفال، يعني في حاجات شخصيه للام المفروض هتحتاجها، دي ممكن تبقى هي تتصرف فيها وتتكلم مع الدكتور النساء بتاعها في اللي محتاجاه. بالنسبه للاطفال طبعا اول حاجه لازم يكون في لبس مناسب حسب ولد ولا بنت، والحاجات دي كلها طبعا بتعرفها في الاول، بيشتروا كتير جدا والماس بيغير بسرعه، فمش لازم في الاول نشتري كتير، بس لازم نكون رايحين بكذا اكثر من غيار للطفل في الاول. في مستشفيات بتوفر المستهلكات او الغيارات او الحاجات معينه الطفل بيحتاجها الفتره الاولى، دي مش لازم ناخدها معانا، بس لو خدناها معانا اوكي خلاص تمام، عشان يبقى كل حاجه موجوده مع الام تبقى مستريحه نفسيا وهي رايحه المستشفى. زي مثلا الدايبر او البامبرز، الحفاضات عموما، المقاس المناسب، دي اول حاجه. الكريمات مهمه جدا، في دلوقتي كلام ان الشاور ما يبقاش في اول يوم للطفل، فيكون من ثاني يوم، عشان ده في زي ميكروبات حميده بتبقى موجودة على الجلد، ودي زي مضاد حيوي طبيعي ودي بتحافظ على الطفل، فمش لازم نجيب كريمات كتير ولا شامبوهات كتير، بس يبقى معانا احتياطي عشان اليوم التاني لو قررنا ان احنا نحمي الطفل. اللبس بتاعه بيبقى على حسب طبعا الجو، في دايما حاجة للرضاعة زي مخدات معينة للرضاعة بتساعد شوية على وضع الطفل بصورة مناسبة على الأم، على صدر الأم. لازم يكون في احنا بنسميها البلانكت او الفوط بتاعه الطفل او اللي بنلف بيها الطفل بصوره كويسه جدا. في بعض الحاجات اللي في الاول بنعوزها زي مثلا الكحول اللي بنعمل بيه السره، زي النقط مضاد حيوي مؤقت بيتحط على العين بتاع الطفل في اول يومين او ثلاثه، ودي بيكون حاجه روتينيه الاطفال كلها بتحتاجها، يعني دي الحاجات الاساسيه اللي هي الام تاخدها وهي رايحه. طيب وايه طريقه الاستحمام بقى الصحيحه للطفل المولود، يعني بعد اول يوم نعديه، طيب ايه بقى الطريقه الصحيحه؟ في فرق بين الحمى عن طريق حد عنده خبره
وفي فرق بين حد لسه الاب والام لسه في الاول خالص. احنا دايما في الاول بديد للاسف دايما بيسالوني عليه، احنا دايما بنشوف الممرضه او النيرس في المستشفى بتشيل الطفل بصوره بيد واحده تحت الحنفيه وبنخاف من المنظر ده، فعايزين نعمل زيها. لا، هي مش لازم تعمل زيها، يعني دي حاجه بتيجي مع الوقت مع الخبره. احنا في دلوقتي زي بانيو صغير بيتجاب فيه بيتحط فيه الطفل وبيتحط فيه زي اسفنجه صغيره، ممكن الطفل فيه يستحمى من اليوم الثاني. ولكن دايما احنا بنفضل الحمى في الاول، على فكره الحمى دايما احنا بنفضل في الصيف يكون يومي، في الشتاء ممكن يكون يوم بعد يوم، لكن الطريقه اللي في الاول بنحاول يبقى بالمسح اكتر، ممكن فوطه مبلوله بميه دافيه، ممكن الشامبو البسيط بتاع حديث الولاده، حاجه مخصوصه لحديث الولاده، بس ما يبقاش الطفل يتحط في الميه فتره طويله عشان السره ما تبقاش طريه قوي يحصل فيها انفكشن. بنحاول نحافظ على السره على قد ما نقدر، والسره مجرد بالكحول بس، فما يبقاش الحمى بالصوره المعتاده اللي هي نصب ميه الا لما السره تقع. تمام. طيب ازاي الام تقدر تتعامل مع المولود بعد الولاده على طول بشكل صحيح؟ يعني هو اول حاجه لازم بنقولها للام، اول ما تقدر ترضع ترضع. يعني لو الام والده طبيعي خلاص هتبقى في خلال نص ساعه جاهزه للرضاعه، لو الام والده قيصري ممكن تقعد ساعات قليله جدا جاهزه للرضاعه. اول ما تكون فايقه وجاهزه للرضاعه، بالذات لو هي طبعا بنج نصفي في حالات القيصريه، مش لازم ابدا الطفل ياخد اي حاجه من بره. في ناس المقوله المشهوره انا هدي اعشاب في الاول، انا هدي لبن صناعي في الاول، اصل اللبن ما نزلش. هو اللبن ما بينزلش غير بعد يومين لثلاثه، اللبن اللي في اول يومين اسمه لبن السرسوب او الكوليستروم، ده بيكون اصلا نقط صغيره جدا، هو ده اللي الطفل محتاجها. الطفل كده كده عنده من السوائل ما يكفيه، مش محتاج الكميه السوائل العاليه. كده كده اللبن لما يتحول ان شاء الله بالمحاولات الكثيره للرضاعه على اليوم الثالث او الرابع، اللبن بينزل بصوره مناسبه، فالطفل ان شاء الله مش بيحتاج حاجه. جميل يا دكتور. طيب من واقع خبرتك، ايه المشاكل الاكثر انتشارا بين الاطفال بعد الولاده؟ هو انا دايما بقول للاب والام، في يا جماعه مشاكل او حاجات معينه هتقلقكم، لكن هي مش مقلقه، هي مش مقلقه لينا احنا كدكاتره، فاحنا لازم برصها لهم كده اللي هي زي ليست معينه عشان لما يشوفوها ما يبقاش في قلق. اول حاجه هي المغص، وده اشهر حاجه عند الاطفال، ودي اشهر اسباب العياط والبكاء الدائم للاطفال، واللي دايما بتخلي الاب والام يبقوا مش فاهمين هو ابني ماله. الجهاز الهضمي عند الكبار عند اي حد من البشر في حاجه اسمها الحركه الدوديه للامعاء، المفروض ان دي حركه معينه اسمها البيرستالتيك موفمنت. الحركه دي الامعاء بتمشي بصوره معينه، فالغازات بتمشي والدنيا كلها بتمشي، في السن الاول ده بتبقى الحركه دي لسه مش موجوده، فالطفل يضطر ان هو يكون عنده بيس تريننج، عمال يزق جامد يزق لتحت ويبقى بيحمر والوش بيحمر وبيزرق والحركات اللي بيقولوها دي، ويبقى فيه احساس بالمغص. فللاسف في امهات بيعتقدوا ان ده نوع من قله الرضاعه، ابني بيعيط يبقى جعان، هو بيكون عنده مغص. طب ابني تعبان عنده مغص؟ لا، في العادي المغص ده شيء طبيعي بيتحسن جدا على الشهر الثاني، بيتحسن اكتر واكتر على الشهر الثالث، وبعد كده بينتهي. بس احسن حاجه نعملها ان احنا ما نبقاش بنزود في الرضاعه بزياده. انا برضع ابني كل ربع ساعه، كل نص ساعه، وابني من كتر ما هو بيرضع كتير بدا يقشط، بدا يطلع اللبن الزياده، وده لبن زياده. فاحنا لازم نراعي ان حتى لو هنرضع بصوره كويسه لازم يكون في وقت كافي للطفل ان هو يرضع، وقت كافي للطفل بتوين الرضاعات ما بين كل رضعه والتانيه عشان المغص ده يقل. دي اول حاجه. حتى الادويه على فكره اللي موجوده للمغص كلها حاجات موضعيه، بس حاجات قليله جدا وذات قيمه قليله جدا، لان الموضوع كده كده بيتحسن لوحده. فهو التنظيم وعدم الزياده المفرطه في الرضاعه دي ممكن تزود شويه. دي اول حاجه. تاني يمكن حاجه، يمكن طبعا حساسيه الالبان من اكتر الحاجات منتشره بين الاطفال، دي اكتر المشاكل يعني. فهل مثلا ده بسبب اللي هي الجرعه الزياده من اللبن، ولا بيبقى ده البان صناعيه اكتر؟ خلينا نتكلم ان الحساسيه دايما قابليه، يعني مفيش حاجه اسمها مكتسبه، مفيش حاجه اسمها انا هعمل للطفل ايه فانا اللي جبت له حساسيه، يعني محدش يلوم حد ان الطفل جاله حساسيه. ولكن الحساسيه المشهوره اسمها كاو ميلك بروتين الرجي، يعني حساسيه بروتين اللبن البقري، هي اسمها كده على بعضها. فالمصطلح ده لما بيكون موجود هو مفسر نفسه، حساسيه من اللبن البقري. يعني لما الطفل يكون واخد صناعي ممكن يكون هو ده اللي هيزود، او ان الام خدت البان بصوره مبالغ فيها فده اللي زود. هل سبب ان الام خدت زياده هو ده اللي جاب الحساسيه؟ لا، هو الطفل عنده قابليه، يعني في امهات بتشرب كتير جدا وعادي الدنيا كويسه ما فيهاش حاجه، فده بيكون لينكد لقابليه الطفل، مش ان اللبن الصناعي هو اللي جاب، او ان الام شربت زياده هو اللي جاب. لا، هو الطفل عنده قابليه، ولكن ظهرت عند حصول الطفل على بروتين لبن بقري،
وده بيكون الطفل زي ما احنا قلنا من شويه المفروض يتحسن. لا يجي بعد فتره نلاقي الطفل المغص بيزيد مش بيتحسن زي ما احنا قلنا في الصوره الطبيعيه اللي احنا قلنا عليها عند كل الاطفال. تمام. طب حضرتك كنت بتقول بقيه النصايح بتاعت ايه اكتر المشاكل اللي ممكن الطفل يواجهها بعد الولاده؟ في مشاكل سهله جدا يعني احنا قلنا المغص، في الصفره مهمه قوي. الصفره دي عرض يعني في منها اسباب كتيره جدا ومنها ما هو فيسيولوجي او طبيعي وده في الغالب بيظهر على اليوم الثالث او الرابع يعني بعد اليوم الثاني. والانواع الوحيده اللي منها قلق اللي هي تكسيريه ودي في الغالب بتطلع في اليوم الاول. دي في منها اكتر من نوع وفعلا لما تطلع في اليوم الاول هي دي اللي بتبقى فيها المشكله. ولكن التعامل مع الصفره عموما هو حسب الرقم. يعني بغض النظر عن ما هو السبب احنا بنتعامل مع الصفره حسب الرقم. في كيرف معين احنا بنشوف بيه عمر الطفل بالساعات ونحط عليه الصفره وبنشوف الطفل في انهي مرحله والارقام بتاعه الحجز بتاعه العلاج الضوئي لها كيرف وبتاعه تغيير الدم لها كيرف. لكن طول ما احنا في الكيرف ده تحت المعدل اللي فيه مشكله يعني مثلا انا ابني عنده 4 ايام والصفره 8 nothing علاجه ايه؟ انا ساعات بقول للام رضيها اكتر شويه عشان الاستول او البراز بتاع الطفل يزيد شويه وده اللي بيتخلص من الصفره. هل في دواء بيعالج الصفره؟ لا مفيش دواء بيعالج الصفره خالص ومفيش اي دواء مسموح بيعالج الصفره نهائي. كل الموضوع هو ان الرضاعه تزيد شويه فده بيخلي الجهاز الهضمي يشتغل احسن وده بيخلص من الصفره. ولكن زي ما قلت الصفره في حد ذاتها عرض بنبدا نتعامل معاها طبيا في درجات معينه يعني كل ما هو ارقام قليله مفيش منها مشكله خالص. وكده كده يعني معلومه صغيره هي دايما بتظهر من فوق لتحت وبتروح من تحت لفوق. يعني لما تبدا في الوش تزيد شويه الدم في البطن تزيد شويه الزفر في الرجلين لما تروح من الرجل بعد كده من البطن بعد كده من العين. فالسؤال دايما انا ابني لسه عينه صفر ممكن تبقى صفر 2 ولا لسه صفر. تمام يا دكتور. طيب احنا سالنا الامهات على صفحتنا على الفيسبوك وفي الفوكس بوبس في الشارع فتقريبا كلهم اجمعوا على ان المشاكل معاهم مع الطفل بعد الولاده اللي هو عدم النوم والعياط الكتير. خلينا نتفق على شيء انا دايما بتفق مع كل الامهات اللي عندي على ده ان هي تتقبل ان الشهر الاول ما فيهوش تنظيم في اي حاجه ان النوم هيتلخبط الهرمونات هتتلخبط الحياه هتتلخبط لكن الحياه ما هيش كده يعني احنا مش هنقعد على طول كده. فهي في الاول على ما تعرف تتعامل بالذات لو اول طفل على ما تعرف تتعامل مع الطفل تتعامل ازاي. يعني دلوقتي مثلا الام مش عارفه ازاي ترضع فالطفل قاعد 4 أو 5 ايام عشان يوصل لمرحله الرضاعه بصوره مناسبه احنا بنسميها اللاتش اللي هو المصطلح اللي معناه وضع الفم الطفل المظبوط على صدر امه. فاللاتش ده لما اخذ فتره على ما ظبط مع الطفل بينه وبين الام. في نفس الوقت على ما هي عرفت ازاي يعني ايه ابني جعان ويعني ايه ابني عنده مغص وتعرف تفرق بينهم بعد فتره. لما تعرف ان هو انا ابني من المشاكل اللي كنا هنتكلم فيها تانية مثلا عنده زغطه كتير قوي ما بتنيموش نتعامل معاها ازاي ونعرف ان احنا نرضع دي زياده. انا ابني نفسه مش منتظم ساعته وهو نايم ساعات الطفل ينعك حاجه بسيطه جدا وتتحسن بعد ثواني صغيره جدا وهو نايم. في ناس بتقلق منها قوي. ساعات البنات
البنات، ودي مشهوره قوي وبتخلي الاب والام يقلقوا جدا، يبقى عندهم نقط دم صغيره من المهبل بالذات في الفتره الاولى. دي حاجه طبيعيه جدا، بتبقى حاجه اسمها هرمونال ويذدرول، يعني سحبه الهرمونات اللي حصلت للطفل بتظهر علامات انوثه، ودي حاجه طبيعيه بتاخد فترتها وتعدي. ساعات الطفل وهو بيرضع دي حاجه برضو ساعات بتخض الناس شويه، ساعات اللي بيحول كده هو بيرضع، دي حاجه طبيعيه في الفتره الاولى، وبرضو المشاكل الطبيعيه اللي ما فيش منها مشكله خالص. الام كل ما تشوف حاجه من دول تقلق وتفضل ممكن مش عارفه تنام، وتحس ان ابنها بيعيط عشان عنده مغص، فمش عارفه هو جعان ولا عنده مغص، فترضع زياده، فالنوم ما ينتظمش، فتبقى ما فيش تنظيم في اي حاجه. فاحنا دايما بنقول حاولوا الرضاعه تبقى بصوره منتظمه شويه، ما يبقاش فيه عشوائيه على قد ما نقدر. ندي دايما الرضاعه في مواعيد، نحاول نخليها ثابته، طبعا ده على ما ياخد وقت مع الطفل ويبدا يفهم الموضوع ده او يبدا يحس بالمواعيد دي، ده هياخد وقت. لكن اللي اقدر اوعدهم بيه ان هم على الشهر الثاني هيرتاحوا ب 50% مش اكتر بكتير، وعلى بعد 3 شهور تقريبا بيبقى الطفل انتظم وليه مواعيد في النوم ومواعيد في الرضاعه ومواعيد في كل حاجه، فيبقى الموضوع بسيط ان شاء الله. طيب اخر سؤال يا دكتور، ايه النصيحه اللي انت تقدر تقولها للامهات الجدد؟ دونت بانيك، ما تخضوش، لان هم دايما بيتخضوا زي ما بقول لك، بالذات البيبي الاول. انا مش عارف اعمل ايه، مره واحده كانت عروسه جديده ومره واحده بقى في ايديها بيبي ما عندهاش اي خبره. ما تحاولش تسمع من بره كتير، ما تحاولش تسمع من كل واحد يجي يعدي يدي نصيحه ممكن تكون خاطئه. ساعات بتبقى التجارب بين الامهات وبعضها مختلفه. انا ابني عنده صفره وحجزته في الحضانه، لكن انت ابنك عنده صفره فلازم تحجزي زيي، طب ما ممكن الرقم غير الرقم. انا ابني عنده مغص عالي جدا، ما ممكن ده حساسيه وانت ابنك طبيعي. فدايما ما نسمعش من بره على قد ما نقدر، نكلم الدكتور. في الايام دي الدكاتره بترد على طول، الواتساب شغال والتليفونات شغاله والحاجات دي كلها، فممكن الموضوع يبقى اسهل بكتير. تحاول ان طبعا جوزها او الاب ليه دور مهم جدا في تهدئه الامور، يعني كده كده الجزء الاول والتوتر والشد والجذب اللي بيحصل في الاول بسبب الحياه الجديده اللي ظهرت، فده بيكون محتاج وقت. فهما الاثنين مع بعض هيعدوها واحده واحده، ومفيش داعي للتوتر. اسالوا الدكتور اللي معاكم، بلاش ودننا تتفتح للناس من بره على النصائح الطبيه من ناس مش دكاتره، لغايه ما الدنيا ان شاء الله تعدي. ميرسي قوي يا دكتور، نورتنا. ميرسي، شكرا، ويا رب نكون جاوبنا على كل اسئلتكم، واستنوني السبت الجاي. في دعوة لكل النساء اللي بيشاهدونا، وطبعا مشكلة الختان في كل مكان بنتكلم عنها كتير. النهاردة مؤتمر بيقام مهم جدا في الدورة الثانية بتنظمه المؤسسة الأمريكية، 1000 طبيب موجودين على أرض مصر جايين النهاردة علشان يناقشوا موضوع مهم جدا، الطب التجميلي للنساء. هندعوكم النهاردة مع أهم ورواد الأطباء في الوطن العربي وفي العالم، عشان هنناقش موضوع مهم جدا. وفي كمان 21 ورشة هتنظم من خلال المؤتمر اللي بيقام على مدار يومين، وفي مجموعة كبيرة جدا من الأطباء المتخصصين، و51 موضوع النهاردة هيناقش في المؤتمر المهم جدا اللي هتحضروه معانا. تابعونا، لان الموضوع ده بيخص النساء والرجال، وموضوع مهم جدا لازم نفتح ملفات. النهاردة واحنا في اهم مؤتمر، وفي يعني سعيدة وفخورة بالمؤتمر ده، الطب التجميلي للنساء، اكيد على طول هنبقى عارفين ان احنا معانا دكتور، يعني هو اول واحد كان ليه السبق ان هو يعمل حملة لكل امرأة انها تعيد ثقتها في نفسها، وانها تتجرأ وتتكلم عن الطب التجميلي للنساء، دكتور محمد فرج الشربيني اللي منورني النهاردة. طبعا يا دكتور انت كان ليك سبق ان انت تجرأ الستات وتخليهم يثقوا في نفسهم ويخليهم يتكلموا،
وكمان عملت مركز مهم جدا ليهم لعلاج مناطق ما كانش المرأة المصرية والعربية انها ممكن تنزل من بيتها علشان تروح تتعالج في مناطق حساسة او امراض جديدة عليها او حاجات هي مش عايزة تتكلم فيها. طبعا أنا سعيدة بيك وسعيدة بوجودك النهاردة في المؤتمر وسعيدة بالبحث المهم جدا اللي انت اتناقشت فيه النهاردة في المؤتمر. وطبعا معانا اتنين من يعني يقولوا ايه بقى الدراع اليمين والدراع الشمال، احنا مقعدينك في النص علشان يعني نقول الست لما بتيجي العيادة عندك وما تبقى مثلا مش عايزة دكتور هو اللي يعالجها او يستخدم الاجهزه، ففي سيدتين دكاتره طبعا اخصائي نساء ولاده ومتميزين جدا عندك في المركز، دكتوره اميره محمود حلاوه والدكتوره ميرفت مأمون محمد. برحب بيكوا وسعيده بوجودكم كلكم معانا. احنا اسعد طبعا. يعني طبعا لسه في ستات بتتكسف انها دكتور يعالجها لسه بس مش كتير يعني. لسه بقى في يعني الطلب عليكوا اكتر ولا على الدكتور اكتر؟ لا هو كله بيجي على دكتور محمد، هما بس حد معين يعني المنقبين في شويه اللي هما كبار شويه في السن ممكن يحتاجوا ست كده يعني. دكتور ليه اخترت ان يبقى في دكاتره منافسين معاك جوه المركز بتاعك؟ هو حضرتك طبعا احنا لازم العمل كله في المركز متكامل، يعني ما ينفعش يجي مريضة عاوزة طبيبة ونقول لها لا مش موجودة، لأن في بعض المريضات بيصرحوا أكتر أنها تحكي أو تتكلم مع طبيبة تتعالج تحت إيد طبيبة، بس لازم تبقى مطمنة إن هي جاية الاسم كويس، يعني عارفة إن الطبيبة دي موجودة في المركز عندنا يبقى أكيد هي كويسة جدا، عندها كفاءة عالية جدا، هتاخد نتائج كويسة جدا. فلازم طبعا يكون في طبيبات، والدليل طبعا إن هم دايما عندي معظم الطبيبات في المركز بيحضروا جميع المؤتمرات الحديثة سواء هنا في مصر أو بره مصر على أساس يبقوا هم على وعي وعلى دراية كبيرة جدا بالجديد كله في عالم التجميل في أمراض النساء والتوليد. دكتورة يعني المؤتمر فيه ورش لتعليم الدكاترة، فيه دكاترة من الخارج بيقولوا الحاجات الجديدة اللي وصلوا لها برا في البرازيل مثلا أو في أوروبا عن الأجهزة الحديثة أو العلم الحديث للتجميل النسائي. هل استفدتي من التجربة الأولى للمؤتمر والتجربة الثانية للمؤتمر، وهل في تدريبات على الأجهزة الجديدة اللي بتنزل؟ طبعا هو الدكتور دايما حريص ان هو نحضر المؤتمرات علشان اكيد احنا مستوانا مش هيبقى نفس كفاءة الدكتور، فدايما بيعمل لنا ورش عمل، حتى الدكتور ساعات بيفضلنا من وقته هو ويدربنا ويدينا كورسات علشان اللي جاي على اسم دكتور محمد لازم يلاقي دكتور بنفس الكفاءة. يعني اللي بيجي لنا ثقة في دكتور محمد بس خجلا مش عايز دكتور، فهو عايز الدكتورة سواء هي عايزة كده أو زوجها عاوز كده أو، فلازم نوفي أن يبقى متواجد دكاترة سيدات. الدكتور لو المؤتمرات موجودة لازم أي مؤتمر بيحجز لنا فيه طبعا، وبيبقى حريص ويقعد يقول لنا إيه طب إيه اللي ناقصكم، طب إيه الديفكت، طب أنت مش فاهمة ده إزاي. ساعات هو الدكتور نفسه بيفضي من وقته ويدربنا كمركز عنده يعني على الأجهزة، طيب أنت ناقصك إيه، طيب الديفو عندك في إيه، على اساس هو لازم يبقى للامانه العمليه ان هو الدكتور اللي جاي له احنا لا كفاءه الدكتور محمد مع الفارق طبعا يعني. اكيد يعني هذا الشبل من ذاك الاسد اكيد متعلمين معاه كويس بتاخدوا من خبرته. نوعيه الاجهزه اللي بتشتغلوا عليها ايه هي احنا أهم؟ عندنا الليزر المهبلي ده بنعمل بيه تضييق للمهبل، وبنعمل بيه برضو لو في عندها جفاف في المهبل وبرضو الالتهابات المتكررة، ولو عندها اللي هو السلاسل البولي اللي هي تضحك تعطس تعمل اي تزود اي حاجة في الضغط الداخلي في البطن يعني بينزل منها بول، فهو بيعالج كل المشاكل دي بجلسة ربع ساعة بس ومن غير اي وجع، وما بين الجلسة والجلسة شهر ونص لشهرين ونتائجه حلوة جدا. اغرب حاله جات لك اتعاملتي معاها ازاي، كانت ايه الحاله وانت استقبلتيها ازاي؟ هي معظمهم يعني كل معظم اللي بيجوا بيبقى علشان اللي هو السلس البولي، بس في كتير برضو بداوا يتطرقوا الموضوع ان هي ما بتحسش عندها الا في الرغبه شويه، وبرضو موضوع اللي هو الوسع في المهبل ده زمان برضو الموضوع ده ما كانش حد بيتكلم فيه خالص، بس هي بقت تيجي ان هي الموضوع بقى يضايق جوزها وهي وبقى ضايقة هي نفسيا كمان، بس الحمد لله بعد اول مره يعني على شهر بالظبط
كتبت لي حتى ريفيو كده على الواتس ان هي مبسوطه جدا وحاسه بنتيجه كويسه قوي يعني. الحمد لله. دكتور، البحث اللي عملته في المؤتمر ده جه بناء على ايه؟ يعني تجاربك في المركز، يعني ليه اخترت البحث ده بالذات في الوقت ده؟ تمام. هو احنا طبعا في المركز بنشتغل حاجه اسمها البي ار بي او البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه. دي من الحاجات الجديده جدا في، هي طبعا شغاله مع الجلديه قبل كده والتجميل والكلام ده من زمان، بدات شهودتها عندنا في شغل النساء. كان جديد ان احنا بنشتغل حاجه اللي هي الاوشوت او الاورجازم شوت، ان احنا بتساعد ان السيده ترجع للطبيعي بتاعها في العلاقه مع زوجها. فبقى قبل ما نبدا نعمل تحضير البلازما، انا طبعا خدت فيها وقت طويل جدا اعرف ايه هي انواع الانابيب الموجوده في مصر كلها، التحضير بتاعها ازاي، النتائج بتاعتها ايه. اشتغل طبعا في انابيب كتيره جدا ملهاش اي قيمه، ما بتطلعش نسبه البلازما اللي هي مطلوبه، انما في انابيب قليله جدا بتجيب النتيجه والتركيز المظبوط. بدانا نقرا في حضور المؤتمرات في الابحاث الجديده، لقينا في ابحاث بدات على مستوى العالم بتتكلم عن اعاده احياء المبيض بحقن المبيض بالبي ار بي اللي هي البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه. طبعا كنت انا الحمد لله يعني وصلت ان انا اقدر احضر بلازما كويس جدا جدا بالشرطات الخاصه بتاعتها، بتحضير المريض قبلها بتحضير البلازما نفسها. فطبعا بدانا قلنا نبدا البحث دوت، خدت موافقه اسكال كوميتي عندي في الجامعه، بدات اشتغل على البحث دوت ان احنا السيدات اللي هي داخل سن الياس، السيدات اللي هي عندها انقطاع مبكر في الدوره، السيدات اللي عندها فشل مبكر في المبيض، دول كلهم كنا احنا بنبدا نديهم حقن حقن للهرق او علاجات طبيه ما فيش طلعوا بيضات خالص، دول كنا بنقول ان هم ايه هوبليس كيس، يعني ما فيش منهم اي امل خالص من الناحيه الطبيه. ومش كنا يعني احنا حتى هذه اللحظه في كليه الطب كلامنا بدرست كليه الطب للدكاتره، احنا بنقول لهم الحاله دي كان قطاع بقى ان هو فشل مبكر المبيض ملهاش علاج طبي من ناحيه الحمل خلاص القصه انتهت. الابحاث الجديده بقى اللي احنا بدانا نشتغل فيها ان احنا بدانا نحقن المبيض بالبي ار بي اللي هي البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه. لقينا هي طبعا بدات القصه الاول في حوالي 2016 كان في امريكا بداوا الشغل على فئران التجارب، جابوا فئران تجارب اللي هي بقى سن الياس اللي ما فيش بويضات، حقنوا المبايض لقوا المبايض طلعت بويضات تاني. فمن هذا المنطلق بدا الشغل على البني ادمين، لقينا فعلا ان هو بدا يجيب نتيجه كويسه. بدانا نشتغل عندنا في المركز بعد ما خدنا موافقه طبعا الاسكال كوميتي، اشتغلت لقيت فعلا في سيدات كان دور عطاهم بدات تيجي، في سيدات المفروض كان قليل بدا يتصلح، في سيدات كنا بندي حقن حقن من غير كتير ما طلعوش بيضات، لا بقى يعملوا بيضات واجلنا، وفي سيدات حملوا لوحدهم بدون حقن من غير بدون اي حاجه خالص. وفي الحاله اللي انا عارضها في المؤتمر هي حاله كان عندها فشل مبكر في المبيض، عندها حاجه و30 سنه، راحت للدكاتره قالوا لها طبعا مفيش حل وما لكيش علاج، راحت للدكاتره حاولوا يعملوا لها حقن مبكر مرتين ما طلعتش بويضات خالص، قالوا لها خلاص انسى القصه ديت والحمد لله احمد ربنا على كده. هي جت عملنا لها حقن البي ار بي للمبيض، بعدها بشهرين حملت لوحدها بدون حقن مبكر بدون اي حاجه خالص. دي كانت بدايه القصه عندنا لما بدانا كده، شجعتنا ان احنا نكمل ونواصل الابحاث بتاعتنا، وبدات عملت ابحاث ثانيه كتير. وبعدين في رسائل ماجستير انا مشرف عليها على طبيبات عندنا في الجامعه، بدأنا نديهم المواضيع دي. طبعا لقينا في نتائج حلوه جدا مبشره وموعده. السيده اللي هي اول واحده حملت عندنا حملت بعد كده ولدت الحمد لله، ودلوقتي حامل للمره الثانيه في الشهر الثامن بعد ما كان هوبليس كيس، بعد ما كان مفيش احتماليه للحمل عندها خالص، وفعلا كان من الناحيه الطبيه مفيش احتماليه للحمل عندها خالص. الكلام اللي احنا بنتكلم فيه هو طبعا حتى هذه اللحظه بنقول عليها ابحاث وتجارب ليس علاج طبي معتمد، ولكن الحاجات المبشره جدا. وطبعا عرضتها في المؤتمر وعندي غيرها برضه في حالات ثانيه الحمد لله ربنا كرمها، وان شاء الله باذن الله بنجهز بيبرز عشان ننزل بيها برضه تنشر. والحاله اللي هي دي كنت انا نشرتها برضه بحث دولي، والحالات الثانيه بنبدا نجهزها عشان ننشرها. في برضه بحث ثاني انا عامله عن حقن البلازما للمبيض مقارنه بحقن محلول الملح للمبيض، لان في برضه بعض الاراء العلميه بتقول ان احنا مجرد حقن المبيض باي ماده الانتفاخ بتاعه دوت او تسقيم الكبسوله بتاعته يؤدي ان هو يشتغل مش البلازما نفسها. فبدانا نجرب البحث دوت ومسجله على كلينيكال ترايل، ده موقع عالمي برضه على اساس بنشوف النتائج بتاعته، وقريبا برضه هتطلع النتائج بتاعته ونشوف اخبارها ايه. فطبعا من الحاجات الكويسه جدا جدا ان احنا في بعض السيدات بدون امل خالص نرجع من نو هوب لغايه ان احنا بقى معانا اطفال. يعني بالبحث ده تقدر تقول ان حققت المقوله بتاعتك استعيدي ثقتك بنفسك. طبعا الحمد لله. يعني اتحققت كده بالبحث ده؟ الحمد لله بفضل ربنا طبعا، يعني حالات كنا بنقول لها ما لكيش امل ما فيش حل ما فيش علاج، لا الحمد لله الدنيا بدات تشتغل تاني، ونعمل ان هو في القريب العاجل يبقى علاج طبي معتمد ان شاء الله. ان شاء الله. يعني ايه اللي مأخر انها تبقى معتمد؟ يعني ما دام النتائج طلعت المكنه طلعت قماش زي ما كان بيقول والستات خلفوا، ما
ناقص ايه والاطفال نازله سليمه؟ لا عشان يعتمد علاج طبي لازم الابحاث على عدد كبير جدا من الحالات، يبقى عدد محدد لازم تمام، ولازم يكون على مناطق مختلفه كتير جدا على مستوى العالم. نماذج يعني مش نموذج واحد، مش واحد طبعا. احنا في مركز الحمد لله في نتائج كويسه على مستوى العالم، في كذا مركز برضه مميزين بدا يطلع نتائج كويسه. الكلام ده كله لازم احصائيات على مستوى كبير جدا عشان يعتمد كعلاج. والست اللي بتيجي ما بتخافش انه مش معتمد وان انت بتجرب فيها؟ ما لا، بنسميها فولنتير، ساعه متطوعه ان هي موافقه وماضيه على كونسنت، وان هي موافقه انها تعمل دواء تطوعا مشاركه في البحث بتاعنا على اساس نشوف النتائج ايه. في وفي برضه بنعمل الحقنا ما بنجيبش نتائج برضه يعني، في وفي. فعشان كده لقيت هذه اللحظه بقول هي ابحاث واحنا شغالين فيها وننتظر النتائج بقى في الاخر. ده غير التلقيح الصناعي. خالص. دي حاجه ثانيه، دي معناها المريض ما فيش فيه بويضات، اتحقنت البلازما رجع يشتغل تاني. يعني طبعا معلومات مفيده وجديده، وعايزين ابحاث بقى ثانيه يعني، في افكار ثانيه بقى المؤتمر اللي جاي هيكون في بحث جديد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يعني أكيد. طبعا ان شاء الله هنعمل زياره، عايزين نعمل زياره بقى للمركز عندك ان شاء الله أكيد. نوري للناس الاجهزه لايف تمام. ونوريهم، نتكلم كمان مع زوار المركز، نشوف النتائج اللي حصلت، نشوف الدكاترة المتخصصين وهم بيدربوا أو إن هم بيتعاملوا زي مع النساء الزوار المركز. يعني برضو الحاجات دي بتبقى الست عايزة تشوفها أكتر يعني قدام عينيها، يعني أكتر من إحنا نتكلم عنها كمان. فيعني أنا سعيدة بيكم وبشكركم، وإن شاء الله الزيارة الجاية هتكون في المركز عند حضرتك إن شاء الله. وعايزين إن شاء الله يعتمد بقى دوت، ونشوف أكتر من حالة في الوطن العربي حققت الحلم بتاعك إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا ليك ومنورة.